هذه المأكولات والمشروبات تبدو موسمية في ظاهرها، لكنها وبنظرة أعمق تعكس تفاصيل حياة المصريين ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً. أهلاً بكم. الطعام والمشروبات من أهم السمات المميزة للثقافات الشعوب المختلفة، خاصة المصريين، حيث ترتبط أكلات معينة ومشروبات بعينها بمواسم محددة ترتبط بها زمنياً وتشهد إقبالاً عليها. من هذه المأكولات والمشروبات تلك التي ترتبط بمائدة المصريين في رمضان وتضفي نكهة خاصة على أسلوب حياتهم في هذا الشهر الكريم. هذه المائدة المتنوعة التي تجهزها كل ست بيت في مصر لا تكتسب الصفة الرمضانية إلا بوجود ضيوف لهم طبيعة خاصة، ضيوف لا تزدهر مواسمهم إلا في رمضان، ضيوف ترتبط ذكرياتنا بهم ونسعد لهم، وينتظرهم كثيرون من السنة للسنة بحثاً عن الرزق في شهر البركات. مع اقتراب شهر رمضان تختفي البقوليات التي تميز سوق ساحل روض الفرج الشهير، ليحتل البلح بأنواعه محلات السوق وأرصفتها. السوق الذي يبلغ عمره أكثر من 100 عام يعتبر مقصد ثابت لسكان القاهرة الكبرى لشراء البلح استعداداً لشهر رمضان. في مدخل السوق ومطلاً على طريق الكورنيش، محمد صبري ابن رود الفرج يبدو منشغلاً بفرز البلح وعرضه في فرشته. جذور أسرة محمد تمتد إلى أسوان، المركز الأهم للنخيل في مصر، حيث يوجد بها 1,800,000 نخلة. أسرة محمد بتزرع النخيل عبر أجيالها المختلفة، ومنهم محمد اللي حياته سفر طول السنة بين القاهرة وأسوان تحضيراً لموسم شهر رمضان. البلح في مزارعكم في أسوان. احكي لي على رحلتك من هنا لأسوان، ايه مراحلها وايه اللي بيتم فيها؟ بسافر الاول اشوف انا عندي في الجنينه بتاعتي قد ايه نخل، هيكفي معايا الموسم ولا لا، وبعد كده ببدا اشتري. لو انا ما عنديش بشتري نخل، بشتري لسه البلح على النخل زي ما هو، وبعد كده ابدا اطفه، اجيب حد يطلع يطفولي، بعد كده يتفرد في الشمس لمده معينه، مثلا يقعد شهرين يتفرد ويتلم. تفرد في الشمس هناك بتاع اسوان الصبح في عز الشمس، تمسك البلحايه كانها قوطه مفعصه، تتفعص كده في ايدك، تيجي بالليل اما الهواء بتاع اسوان يجي عليها يبقى زي الزلط، يتشال وبعد كده يبدا يتبخر تاني من جديد عشان السوسه ما تطولوش، وبعد كده يتشوه. اشمعنى البلح في اسوان ليه خصوصيه عن مثلا بلح الوادي الجديد او البلح السيناوي؟ الشمس والطقس هو ده بقى. وبعدين نخل اسوان معروف من زمان، يعني زي ما تقول كده نخل عجوز. البلح الوادي الجديد لسه تقريبا نخل جديد، يعني الوادي الجديد ليه مقاس معين للبلح وشكل معين للبلح، يعني البلح الطريه اللي هي بتبقى نص ونص. ثواني، هو البلح ليه مقاسات؟ طبعا. وديني بقى وريني. يعني مثلا البلحه دي ده مقاس منها، ده اسمه ملكابي اسواني. المقاس الاكبر ليه سعر مختلف، المقاس الاصغر ليه سعر مختلف. هل في اقبال على البلح السنه دي ولا زي كل سنه؟ انا كنت بمعدل يوميا ببيع مثلا نص طن، بلاقي الايام دي في اختلاف. لو بعت 100 كيلو 200 كيلو، يعني مثلا اللي كنت بحرقه في 10 ايام السنه اللي فاتت، السنه دي حرقته مثلا في 15 يوم 16 يوم. معروف عن ساحل روض الفرج ان هو قبله لمتوسط الدخل، فهل بيلاقوا فيه تنوع في الاسعار وفي الانواع ومتطلبات البلح واليميش؟ طبعا معظم زمايلنا هنا 70% من الزبائن موظفين اللي هم متوسطين الدخل، وعندك مثلا 10% تجار جمله، ومن بقيه القاهره مش من هنا بس. انواع البلح اللي موجوده دي اسمائها ايه بقى وريني؟ يعني ده على كده ملكابي اسواني. ملكابي اسواني اسواني اللي هي البلح الغامقه السمراء. ايوه، تبقى بلحة معسلة جدا. ده شاميات مشكل،
دي شامية، حاجة زي كده اسمها جنديلة. جنديلة؟ جنديلة. تبقى بلحة مدورة. ده بيبقى موجود في الأرياف برضو تقريبا، في كل حتة. بس هو أساس البلح من عندنا أسوان. البلح بتاع الأرياف وبتاع أي حتة ما ينشفش كده، ما يوصلش للدرجة دي. دي جنديلة بس صغيرة. دي شامية، حاجة زي كده شامية برضو. دي برطة موضة. برطة موضة. أكتر نوع مسكر منهم إيه؟ أكتر نوع اللي هو سيد بيع البلح، يعني سيد بيع البلح، بلح اسمه السكوتي. 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 اللي هو؟ اللي هي البلحة الطويلة، اللي هي بتبقى لونين مثلا، اللي هي البلحة دي. ده أكتر نوع بيع فيه. إيه النوع اللي بيستخدم اللي بيعملوا منه العصاير في رمضان؟ الخشاف. بينقوا البلحة اللي هي الفاتحة، اللي هي تتكسر معاهم. تكسر ليه؟ عشان ما تقشرش في المية. وفي البلح الغامق ده بيستخدموه في اللبن، في البل في اللبن أو في العصاير. بيتعصر. هل عندك تفسير لارتباط يعني استهلاك البلح في رمضان؟ استهلاك البلح دلوقتي في رمضان يعني بيتهيألي بقى أكتر. ليه من وجهة نظرك؟ لأن أنت لو قارنت دلوقتي بين مثلا لو هتجيب كيلو بلح تبله هيعمل معاك مثلا ممكن ياخد معاك في البيت لو انت 4 أفراد اسبوع هتبله فيه كل يوم، عكس ما تشتري عصاير. هتشتري عصاير بكام؟ وبعدين هو عشان السنه وعشان البلح اساس رمضان طبعا، فيوفر كتير مع الناس يعني بالذات في الطبقه المتوسطه عكس العصاير. خفة دم المصريين لا تفارقهم حتى مع البلح في رمضان، فمن بداية الألفينات بدأ التجار في إطلاق أسماء عدد من السياسيين والفنانين على أنواع البلح المختلفة، وعلى قدر الشهرة والمحبة عند الناس تكون التسمية وتكون الغلاوة. يعني عندك بلح تلال علو دي قعدت معنا فترة. بلح شايف إن هي تعبانة، مش واحد ما بيحبوش يسميها باسمه، ممكن يكون هو واحد صاحبه قاعد جنبه في السوق. حصلت كتير المساله دي. بتبيع البلح يا محمد؟ طبعا. بيجي الزبون كده بيتفرج مثلا يقول لك ايه، هو خلاص ده كده بلح السيسي مثلا، ده بلح ليلى علوي مثلا، يقول له فاهمني. بيبقى الزبون خد على كده وبيخلي فيه يعني ايه روح تسامح كده بينك وبين الزبون، بس ان الزبون يشتري منك كده وهو ايه مطمن كده وبيضحك. لو مثلا في واحد رب اسره متوسط الدخل او سيده ربه اسره متوسطه الدخل، ايه اكتر الانواع اللي ممكن يجوا يشتروها من عندك من هنا لو حابب يشتري بلح او شنطه اليميش؟ شنطه اليميش بيروح واخد مثلا 3 كيلو بلح، نص كيلو جوز هند، نص كيلو زبيب، نص كيلو تين، الحاجات اللي يقدر يعمل بيها الخشاب، نص كيلو قراصيا. الشنطه دي بتكفيه طول الشهر. وهنا فكرة القطاعي ممكن تقدم تسهيلات اقتصادية بالنسبة للناس على غير المعبأ، هو ملتزم ان هو يشتري نوعية معينة بسعر معين بأحجام معينة. ان في زبون بيجي مثلا يقول لي ما يعني مثلا انا مش عايز ربع كيلو، انا عايز ب20 جنيه، بقى انا كاتب السعر على الميزان سعر الكيلو واوزن له بال20 جنيه اللي هو عايزها مثلا، لان الحالة الاقتصادية طبعا بتاعت الناس بقت اقل شوية. انا بحاول اخفف بكده ان هو انا ابيع زي ما هو عايز. وبينما يغازل اليميش الناس على استحياء في سوق الساحل، يجد نفسه بطل المشهد في منطقة الأزهر، حيث يصبح مشوار شراء اليميش والمكسرات بهجة للصغار وعبء على الكبار بعد قليل. هي عادة والناس كلها ماشية بيها، لكن هي مش أساسيات. خلينا واقعيين. في حي الأزهر العتيق وبين الشوارع المتزاحمة ذات المآذن العالية، لا تتوقف الحركة في محل رجب العطار. ومع حلول شهر رمضان تتراجع البهارات والعطارة ليحتل اليميش والمكسرات الأرفف ويصبحان محور أحاديث الزباين والبياعين. عين الجمل
وكاجو وبندق لورا. ماشي. عادة بيشتري المصريين المكسرات للتسلية بعد وجبة الإفطار وأثناء مشاهدة الأعمال الدرامية المتواصلة طوال ليالي الشهر. لكن بالنسبة لزوجة الأستاذ ياسر، المكسرات ضيف مهم في مطبخها الرمضاني لحشو الحلويات والمأكولات. ياسر بيسكن في المعادي، لكن لحكم شغله في الموبايلات والإلكترونيات بيتردد على منطقة الأزهر، وأصبحت زيارته لمحل رجب العطار طقس سنوي ثابت يصطحب فيه زوجته وبناته يارا وسارة. يعني أنا مجرد إن أنا بشتري اليوم اختيارهم هم، يعني الحاجة دي اختيارهم هم مش لي أنا. بالنسبة للمكان هنا، المكان هنا طبعاً موثوق منه، أنا بجيب منه كل سنة. إيه أنواع المكسرات اللي أنت دايماً بتفضلي إنها تكون موجودة على المائدة بتاعتك في رمضان؟ العين الجمل والبندق. المكسرات دي بشكل معين بيرتبط استهلاكها بمواسم في السنة زي رمضان. ما هي رمضان بس يعتبر، لكن أغلب الهلك وحتى اشتياقك للحاجة دي هي في رمضان. أنت عندك تفسير لده يا أستاذ ياسر؟ هي عادة، هي عادة والناس كلها ماشية بيها، لكن هي مش أساسيات، خلينا واقعيين، بس هي بتبقى شهر رمضان. يعني إيه إذا ما كنت بتحتفل إن أنت بتجيب الحاجة دي كل سنة متعود، وعلى فكرة لو ما أكلتهاش ما جبتهاش في رمضان مش هيبقى ليها أي معنى. العادة دي ممكن تشكل عبء على اقتصاد الأسرة. أكيد أكيد، ما كل واحد برضو بيجيب حسب إمكانياته، يعني مش لازم يعني بهزر أجيب كميات ملهاش لازمة. إزاي ممكن أنت كرب أسرة توازن بين احتياجاتك وما بين متطلبات أسرتك في الشهر الكريم ده؟ ممكن اجيب مثلا كيلو، لا ما اجيبش كيلو، اجيب مثلا ربع. انت جبت كل اللي انت عايزه بحسب امكانياتك برضه، ما بقاش في ضغوط من الاطفال عشان تراضيهم. كل بيت ليه مدير بيديره، او ليه ربة منزل بيديره، لازم ان انا اكون عندي اقتناع وبيتي يكون فيه مثلا تنظيم في الشهر ده، مش في اليميش بس، ده في كل حاجه. يعني اول بيت مش يميش ولا رمضان، ولا مدارس وتعليم ولبس واعياد وكل حاجه. فلازم كل طبعا يكون كل ست بيت بتدير البيت لازم يكون طبعا عنده حكمه الاداره في حاجه زي كده. ستجد عناوين الصحف ونقاشات وسائل التواصل الاجتماعي لها موعد سنوي للحديث عن اسعار اليميش والمكسرات التي أصبحت تشبه اللغز. فبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغت واردات مصر من اليميش والمكسرات في 2016 حوالي 1 مليار جنيه. وهنا يفرض التساؤل نفسه، إذا كان هذا هو حجم الإنفاق، فلماذا تتكرر الشكاوى كل عام من الأسعار؟ في محاولة للفهم قابلت الحاج رجب العطار رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وكشف لي عن عدد من المفاجآت كان أبرزها بالنسبة لي إن استهلاك المكسرات في المولد النبوي أكبر بكتير عن شهر رمضان. إيه مكونات اليميش اللي بيبقى موجود دايماً على مائدة المصريين في رمضان؟ هو ده كلام، ده كلام قديماً من أيام الفراعنة وحاجات إحنا متوارثينها. هو في حاجتين، في يميش في مكسرات. لما نيجي بنقول يميش، يميش ده بيبقى على التين والقراصيه، مشمشيه، زبيب، دي الحاجات اللي بنسميها حاجات طريه. لما بيجي يقول مكسرات بقى، مكسرات حاجات انت بقى تكسرها كده بالليل، تجيب بندقيه تكسرها، تجيب معرفش ايه هي دي مكسرات. مكسرات يبقى بندق، لوز، عين جمل، فستق. اليميش بيختلف من سنه لسنه، من قيمه استيراديه السنه دي عن السنه اللي فاتت واللي فاتت عن اللي قبلها وهكذا. ايه اللي بيفرق في القيمه الاستيراديه؟ منها سعر عمله وتوافر عمله، اهم حاجه. البنك المركزي مخصمنا، بيقول لك لا احنا ما بنمونش سلع استفزازيه. بستهلكها في رمضان، بستهلكها في مولد النبي، بستهلكها في حلم على حلواني. ليه الحقيقه الذهنيه تربط اليميش او المكسرات بشهر رمضان عند المصريين خصوصا؟ مش بلاقي مكسرات لوحدها، مرتبط بأمر الدين وتين وزبيب وزند والكنافة والقطايف. يعني هي دي، هو ده رمضان، هو ده رمضان اللي احنا ورثناه، الورث بتاعنا طلع كده.
ما نقدرش نتكلم فيها. طب ليه الناس سنويا بيبقى في وسائل الاعلام نوع من الشكوى من اسعار هذه المنتجات؟ انت كمستورد كل اللي تملكه ان انت عايز اسمك كذا وعايز اسمك ده يبقى عندك البلوز والبندق والانجمل والتبيب والاصناف دي كلها. عشان توفر الاصناف دي كلها فلزاما على حضرتك بتتجه للاسواق العالميه، وايه هو اقل سعر عالمي واجود بضاعه وبتجيبها. ده دورك انتهى كده. بيجي قابلك صدفك بقى الاتي، بلدك معاك عمله ولا لا؟ انت معاك عمله ولا لا عشان تشتريه؟ طب لو معايا عمله بكام انا اشتريتها؟ وانا اشتريتها الجمرك هل في قوانين جديده ولا مفيش قوانين؟ هل في حاجات جديده نازله بند جمركي جديد ولا مفيش؟ خد عندك بقى. اقل بند عندي اتغير في برضه في اليميش اللي هو الاستفزازي اللي هنتكلم فيه تاني، في اصناف اضيف عليها من 30% ل 40%. جميل. حاجه اسمها ايه؟ رسوم وارد. يا عم انا دي لا مزروعه في مصر ولا دي زراعه منها في مصر ولا فيها محصول في مصر. انا بس بقول لك سلام عليكم، انا معدي، تخد الرسوم بتاع التعديه بتاعتك انك تعديني تخليني اعدي. تعدي بقى تدفع مش عارف ايه 30% ايه و20% ايه و10%، تلاقي نفسك بتدفع امبارح كنت بتدفع 20% النهارده بتدفع 80%. عندنا زياده سعر من المنشا. طب تبدا اللي حضرتك كنت بتقولها دلوقتي بتبتدي معايا من 10% لحد 30%. في النهايه لقيت نفس التكلفه بتاعتي انا الكيلو ب 10 جنيه ده متكلف 35 جنيه و40 جنيه. طب دي فين؟ انت كلك بركه. ولان حياه المصريين بين الحلو والحادق يفصح الطرشي او المخلل عن اسراره على موائد المصريين في رمضان في الغوريه بعد قليل. بضع خطوات نحو الغورية تأخذك إلى عالم المقاهي البلدي وأزقة القاهرة القديمة، وبينما تستمر الخطى تجذبك الرائحة النفاذة للمخلل أو الطرشي إلى الزعيم. عاوزة مية دقة بس حامية. مية حامية، مية دقة حامية يا حاجة. محمد رشاد ورث اللقب عن والدته الراحلة الحاجة عزيزة زعيمة الطرشي كما يسميها أبناء الغورية. وقبل ما أسأل عن سبب التسمية جاءتني الإجابة تمشي على قدميها قادمة من باب الشعرية. الست أم أمين مصطحبة حفيدتها بتيجي من فترة للتانية من منطقة باب الشعرية عشان تشتري المخلل خصيصا من عند محمد. ست ابو امين انت جايه من باب الشعريه؟ من باب الشعريه والله. عشان تشتري مخلل من هنا؟ من هنا. ليه؟ عشان حلو، المخلل بتاعه حلو ونظيف. مجرباه ومتعوده عليه يعني؟ كل ما اجي الحسين لازم اجي اجيب من هنا مخلل. المخلل موجود على موائد المصريين في طول الوقت بس في رمضان بيزيد اكتر صح؟ اتفضل يا ماما. اكتر بس يعني طبق السلطه بيبقى برضو حلو جنب المخلل برضو. اشمعنى المخلل يعني؟ ده شيء غريب جدا. ما عشان الناس تعرف تاكل. انت بتحبي تشتري انواع ايه من المخلل من هنا؟ هو بصراحه كل حاجه حلوه عندهم بجد يعني، فبقى يعني اجيب تشكيل بجيب ليا ولعيالي. طب ما تفكريش انت مثلا تخليلي في البيت؟ لا ما احبش اخلل في البيت، في جاهز وحلو ليه الواحد ما يجيبش؟ هنا سر سر الخلطه هنا بقى. لكن هنا بقى لا، هنا هو يعني بتاخده واثق ان الحاجه كويسه. الزباين بتعتبر السر في الخلطة اللي علمتها والدة محمد ليه ولإخواته عشان يحافظوا على سمعتهم في عالم الطرشي، وده اللي دفع محمد بكل طواعية
للتخلي عن أحلامه المشروعة في التوظيف بمؤهله الدراسي. ده يعتبر مشروع، يعني في ناس كانت بتيجي تسألني وأنا واقف، ولا يقوم جايين عايزين يشاركوا وعايزيننا نفتح مش عارفة فين. أنا قلت يعني الناس أنا في إيدي حاجة وأنا مش عارف قيمتها، إن أنا فاتح مشروع وعايز أنا بدور على الوظيفة. إيه حكاية الحاجة عزيزة مع الطرش؟ هي يعني أنا طلعت لقيتها هي شغالة فيها، فطبعا يعني أنا حبيت الشغلانة مع إنها شغلانة مرهقة ومتعبة ومهلكة للصحة، بس حبيتها. مع الناس هنا لما يعني وأنا داخل وعارفوا إن أنا جاي هنا، قال لك أصل الطرش بتاع الحاجة عزيزة في سر الخلطة. هي بقى دي حاجة من زمان، سبحان الله يا رب، دي حاجة بتاعت ربنا. يعني هنا المنطقة مشهورة منطقة الكحكيين بالطرش. لو قال لك مثلا إيه طرش، يقول لك طرش الكحكيين. عايز أعرف والدتك وصتك بإيه أنت وإخواتك فيما يتعلق بالطرش؟ بالطرش هو برضو أهم حاجة الضمير. يعني أنت لو قريت مثلا، معلش في منشط كده، يعني الحاجة عزيزة تقدم روشيتا صناعة المخللات المنزلية وتوصي بالضمير. هي دي المشكلة في الشغلانة، هي في أي شغلانة، بس في شغلانة الطرش أكتر. إن في حاجات يعني ممكن إن أنت تعمل أي حاجة تبقى فيها أذية الناس. وطبعا يعني معلش العميل أو اللي بيجي يشتري ما بيبقاش عارف المنتج هو فيه إيه. إن في زواتين مثلا، الزواتين السمرة دي بتدخل في طريقة التصنيع. طريقة التصنيع دي بتاخد حاجات كيماويات، بتاخد مش عارف ايه. الحمد لله دي ما بنشتغلش فيها، بنحاول ان احنا نشتغل في الحاجات الطبيعية. في زيتون اسمر طبيعي شغالين فيه، زي مثلا زي اللي موجود ده. ده زيتون اسمر طبيعي. ده زيتون اسمر ده طبيعي. لكن في يعني ناس بتبقى عايزة الزيتون اللي هو اللي بتشوفه في الشارع على العربيات اللي هو الاسود قوي ده. ده اللي هو بيبقى متصنع. ده طبعا بيبقى داخله الوان، بيبقى داخله مواد قوية. يعني حاجات ما ينفعش ان نشتغل فيها. ايه دي؟ دي المانجا، دي هي سليمه. مانجا مخلله. مانجا مخلله. وده لارنج. لا ده في موز، بس طبعا عشان دخلت الصيف وكده برضه هو بيتخلي الاخضر، فما كانش يجي اخضر ما ينفعش يتخلي. شخصياً لم أكن أعرف أن هناك فواكه مخللة أو طرش الفواكه، لكن عرفت من محمد أن تخليل الفواكه عادة استقدموها من الشام. عندي ملاحظة غريبة جداً، أول مرة أشوف فاكهة مخللة. لا هي موجودة بقالها كذا سنة، فأنا حبيت أن أنا أنشرها. الناس ما تعرفهاش، موجودة بقالها كتير ومن زمان، بس مش في مصر بالذات. المانجا موجودة في السعودية، بس هي أصلها هندي. أصل المانجا المخللة هندي، فطبعا مش معروفة يعني عندنا في مصر. بس كتير من المصريين ما يعرفش أو مش متعود على الفاكهة المخللة. زباينا عارفاها، إن احنا بقالنا يعني دخلنا دلوقتي في حوالي 12 سنة، بس حضرتك عشان أول مرة جينا فعشان كده مفكرة إن هي لسه جديدة. هل رمضان هو موسم المخلل عند المصريين؟ هو أكيد طبعا، أكيد. هو الطرش عامة ضيف دائم على السفرة المصرية، بس في رمضان طبعا الناس ما بتبقاش مركزة في حاجة غير في الأكل بس. فطبعا الطرش ده من الاساسيات. ناس بتسميه مخلل وناس بتسميه طرشي. طرشي هو معروف بطرشي. ليه بقى طرشي؟ كلمه طرشي دي جت يعني من زمان، بس انا يعني مش فاكرها بالظبط. الطرشي اللي هي كان زي برميل خشب كبير، كان اسمه يعني مشابه للطرش، اللي كلمه طرشي يعني الشبه مثلا ده كده بالظبط، شبه البرميل ده، يعني زي الخشب ده كده بالظبط، هو ده كانت اسمها الطرش. احنا بقى سميناها ايه؟ بتيه. البتية دي اللي هو البرميل الكبير، كل ما بيكبر في حاجة اسمها غول. الغول ده اللي بياخد مثلا كذا طن. فطبعا يعني الحديد والحاجات دي دلوقتي بقت البرميل البلاستيك أسهل في التنظيف وأسهل في الحاجات دي كلها. المخلل في رمضان ليه طعم مختلف وطعم خاص. طعم مختلف وطعم خاص عشان في توابل طبعا يعني بتبقى غالية، فاحنا بنضطر ان احنا بنجيبها غصب عننا في رمضان، حتى لو احنا مش هنكسب المكسب اللي انت حضرتك مثلا متخيله. حتى هذه اللحظة الاندهاش عندي في مستوياته الطبيعية، لكن ما زاد من اندهاشي وجعله أقرب للمفاجأة هو أن زباين محمد بتتهادى بالمخلل. مين اللي بيجي يشتري؟ لا بص حضرتك، يعني زي ما بيقولوها من الغفير للوزير.
بيجي طبعا الفئات كلها، وفي ناس بتعملها هدايا يعني مثلا بياخد بتهادي بالمخلل. لا ده اجمل هديه يعني، انت ممكن بتيجي بتدي لاخواتك وبتدي لقرايبك ولاصحابك، بتبقى عاده، بتبقى عاده يعني الناس متعوده انها مثلا في واحد بيجي ياخد بال20 بطرمان. هل ده بيرتبط بنوع من الود المرتبط بشهر رمضان وصله الرحم والعلاقات الاجتماعيه؟ ده اكيد اكيد يعني. وده في ناس بتتصل بناس، فين يا عم الترش اللي انت معودنا عليه؟ ولو انت عودت واحد على الترش بالذات هتلاقيه يعني مش هيعرف يزعل منك، حتى لو عملت حاجه تزعله. وبعد الحادق على الفطار لازم حلو، بس حلو كتب فيه الناس زمان اشعار، جمعهم كتاب منهل اللطائف في الكنافة والقطائف. بعد قليل يقول المؤرخ وهب بن منبه: ولا يرد اسم رمضان أمام المصريين مثلا إلا وتمثلت في مخيلاتهم الكنافة والقطائف. وقد بلغ من شهرة الكنافة والقطائف أن جلال الدين السيوطي الفقيه والمؤرخ المصري الذي عاش في العصر المملوكي جمع ما قيل فيها نثرا وشعرا في كتاب لطيف أسماه منهل اللطائف في الكنافة والقطائف. 15 كيلو كنافة كل كيلو الواحد، 5 قطايف 5 كيلو قطايف كل كيلو الواحد. وبلغ تأثير مهنة صناعة الكنافة بأن الصناع يفتخرون بنسبة أسمائهم للصنعة، ومنهم الحج أحمد بيومي الكنفاني. سنين عمره أمضاها الحج أحمد محافظاً على تقاليد المهنة وأسرارها التي توارثها عن أجداده، فبدءاً من الفرن التقليدي الذي كان يزين الشوارع في الريف والحضر، كانت أسرة الحج أحمد صاحبة فكرة صناعة الفرن الآلي. جدودنا الله يرحمهم برضو من زمان، فكانوا يعني جابوها من الشام، جابوها في مصر هنا. فمصر هنا كان المعويه بن ابي سفيان عايز وجبه تدريع الجوع في شهر رمضان، ففكروا له في الكنافه دي، ان الكنافه دي تتعمل لانها بتاخد سكر وسمن يعني وجبه تغذي. جت من الشام وجت عندنا بقى هنا مصر، اتوطنت في مصر. مصر بقى هي اللي نشرت فيها كتير اكتر. ليه المصريين بيحبوا الكنافه والقطايف؟ ما حلوه على اساس هي يعني كنافه والقطايف يعني كده رمضان جه، يعني هي بتشجع يعني شهر رمضان. الكنافه والقطايف، والقطايف على اساس بتتاخد مع السحور على اساس بتريح المعده في شهر رمضان. انا بستغرب انه الكنافه والقطايف الموسم بتاعهم هو رمضان بس، وممكن يعني يعني ما حدش بيحس بيهم بقيه السنه. لا بيشتغل شغل بسيط قوي يعني 2% في السنه كلها. ارتباط نوعيات الاكل في حياتنا بمواسم معينه مثلا زي شهر رمضان، ده بيخلي للشهر طعم مختلف. طبعا طبعا، ما هو يعني من رمضان من غير كنافه ما بيبقاش رمضان. كنافه وقطايف يعني كل بيت في مصر لازم يبقى عنده كنافه وقطايف. انت شلت اسم الجدود وكملت بيهم مع الكنافه والقطايف. طبعا. كلمني عن مشوارك مع الصنعه. يعني زمان كانت الصنعه ما كانتش بالمكن بتشتغل، كانت يدوي بجوزه اللي بيرش بيها ديت، وصنايع نحاس وبيشتغل الصنايعي. بس دلوقتي الايد العامله ما فيش دلوقتي ايد عامله، فيعني فكرنا في المكن. احنا طبعا اللي مخترعين المكن، احنا كاصحاب الصنعه صنعة الكنافة احنا عملنا المكن، طورتوا يعني المكن واخترعتوه. اخترعنا للصنعة مكن، بس التصميم مكنة بالشكل ده وبالاسلوب اللي احنا بنشوفه ده محتاج تفكير كتير وشغل كتير. يعني من التعب بقى بتاعت العمالة فكرنا في الموضوع ده، ففكرنا وعملناها وجبنا. عملتوها ازاي بقى؟ ورش بقى حدادة وبتاع، وقعدنا فكرنا في كذا حاجة لغاية ما اتعملت ان شاء الله. هل في انواع من الكنافه؟ ما في كنافه، في كنافه عاديه بتتعمل صينيه بتتقطع وتعمل صينيه، وفي كنافه بورما على اساس يعملوها صوابع او يعملوها طرح في الصينيه ويحشوها كريمه، ودلوقتي بيحشوها شوكولاته ويحشوها مانجا والحاجات دي كلها، يعني غير زمان يعني اخترعوا حاجات اكتر كمان دلوقتي.
زمان مثلا كانت والدتي وجدتي يعملوا الكنافه ويسوها شربات. ما هي برضو البلدي هي بتاعتنا بتتباع كده وتتعمل كده برضو نفس النظام. دي الكنافه البلدي او الشعبيه اللي كل الناس عارفاها. بيقطعها وبتاع. انما بقى الناس بيخترعوا الشباب دلوقتي بقى يجيبوا الكنافه ويعملوها طرح طرح في الصينيه ويحطوا لها بعد ما تطلع من الفرن يحطوا لها مانجا كريمه يعني حاجات دلوقتي اخترعوا حاجات وشوكولاته. الناس بقت تفنن انها تضيف نكهات وطعم مختلف. حاجات كتيره طبعا. ايه النصيحه اللي تنصحها لستات البيوت اللي تفكر تعمل كنافه او تعمل قطايف؟ ما يعني لازم اهم شيء تسخن الفرن كويس بتاع او تعملها على العين من فوق. زمان كنا بنعملها على الباجور، تعملها على العين بتاع البوتاجاز وتقلب الصينيه، لانها ما بتستعملها في الفرن وتسيب واول ما تولع الفرن تحط الصينيه دي بتمص الكنافه، بتمصها فتطلع الكنافه ايه ناشفه. انما لازم يعني لو هتحطها في الفرن تولع الفرن قبلها بتاع نص ساعه يسخن ياخد السخونيه بتاعته وبعدين يحط الكنافه خلاص تطلع حلوه ان شاء الله. الكنافه والقطايف الصح محتاجه صنايعي تمام. طبعا طبعا ما تنفعش يعني اي واحد ما ينفعش يعملها، لا مش اي واحد اللي يعمل الكنافه والقطايف يعني صنع. طبعا الخبره بتلعب دور هنا. الخبره اهم حاجه. طبعا اختفاء صناعي الماهرين بصناعة الكنافة والقطايف لا يعرف معناه إلا عم عبد الستار إبراهيم الذي تربى صغيراً في هذا المحل وأمضى فيه 30 سنة. حرارة الفرن تجعل من العمل في شهر رمضان له أثر مختلف في نفس عم عبد الستار، لكن كله يهون في سبيل الطعم الحلو. إيه أساس الصنعة دي؟ أساس الصنعة دي مية ودقيق، دقيق فاخر وممكن لبن أو لبن برضه، خد بالك أنت؟ وخبرتك بقى تعرف جودة الدقيق، الدقيق ده راضي او رديق او حلو او كده يعني انواع، اصلا انواع الدقيق برضه. فاحنا لازم نجيب احسن نوع عشان السمعه بتاعتنا، لازم نجيب احسن نوع. حاضر بسم الله. هو نوع الدقيق يفرق في جودة العجينة؟ جودة الكنافة طبعا لازم تجيب انضف نوع في السوق عشان يطلع لك نفس الجودة دي والكنافة دي والبياض ده والطعم كمان، واخد بالك انت؟ وبعد كده مثلا بتبقى برضه تحط لها جوده سمنه، برضه لازم سمنه كويسه، تحط لها سمنه ممتازه عشان تطلع برضه لها طعم وريحتها هتكون حلوه، واخد بالك؟ واللبن بيحسن من شكلها ومن لونها. بس انت في رمضان الشغل بيزيد عليك شويه؟ اكيد طبعا، عشان يعني مثلا الناس بتحبها في رمضان، بقت زي سنه، الناس بقت عاده من عاداتها انها تاكل قطايف وكنافه وجلاش وسمبوسه والحاجات دي كلها، فبقت عاده فبتيجي عليك اقبال. رمضان بقى له كذا موسم بيجي في الصيف. وانت شغال انا شايف درجه الحراره اللي طالعه يعني من المكنه من الفرن ده عاليه. انت بقى انا اتعودت على بقى العاليه. بتشتغل ازاي في رمضان مع درجه الحراره المرتفعه قوي دي؟ انا بشتغل، ما انا بقول لك كل يوم انا بشتغل نفس البرنامج بتاع ده، بقعد اشتغل اشغل المكنه نفس الحراره، الجسم اتعود وانا اتعودت على كده. بقول لك 30 سنه شغال بالصنعه دي. ما بتتعبش في الصيام؟ اكيد بتعب، بس طبعا لازم استحمل عشان اخد اجر من ربنا سبحانه وتعالى. كل ما بستحمل كل ما اخد اجر، ربنا بيجازيني عشان الاجر ده. هل في درجة حرارة معينة لازم تستوي عندها الكنافة؟ طبعا احنا شغالين بالغاز الطبيعي، فالغاز الطبيعي انضف واحسن وبيثبت المكنة دي. بيثبت هي كده حرارتها ثابتة. درجة حرارة واحدة يعني؟ واحدة موحدة، مش أي حد مثلا برضه بقى. أنا الكنافة لو مثلا احمرت ما تحمرش عندي عشان أنا عندي درجة حرارة ثابتة. هو غاز طبيعي. ما بلعبش فيها حاجة. رمضان بالنسبة لك أنت وأسرتك؟ خير علينا. أنا وأسرتي خير علينا، ليه؟ بيبقى في ضغط فمرتبي كان بيزيد، فبيزيد فلوس انا باخد فلوس زياده، فيبقى خير 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 على كل حاجه، خير خير في كل حاجه. رمضان لينا الموسم بتاعنا ده، رمضان هو اللي ممكن نقول نقعد طول السنه نقول كل يا ريت السنه كلها رمضان، يا ريت رمضان. خرجت من فرن الكنافه وانا بتساءل، مع حراره الصيف واكثر من 13 ساعه صيام الواحد يرطب على نفسه بايه بعد قليل؟ يعني المعدة دي بتبقى محتاجة حاجة تشغلها، مش تاخد أكل على طول عشان ما تتعبش. صبي عصير. على مائدة رمضان يفضل للصائم الممتنع عن الطعام والشراب لمدة تزيد على 13 ساعة تناول العصائر المرطبة. وهنا يبرز العرقسوس والدوم والخروب كأبرز العصائر العشبية والشعبية. حاجه من غير سكر، الخروب ودوم اقل نسبه سكر هنا. في المحل الذي لا يتجاوز المتر طولا وعمقا يلبي محمد عبد العزيز طلبات الزباين من عصائر الكيلاني. محمد الكيلاني المؤسس
أصبح الاسم الأشهر في شارع المعز للمصريين والأجانب على السواء لتناول العصير الشعبي. دلوقتي محمد عبد العزيز المسؤول عن المحل بيستعد لشهر رمضان بتجهيز كميات كبيرة وعبوات مخصوصة لتقديم العصاير للزباين. العصاير دي بيزيد عليها الإقبال في رمضان؟ أكيد طبعاً بيزيد عليها الإقبال في رمضان، وأنا كمان بزود حاجات غير الحاجات الأساسية اللي عندي، يعني بزود غير التمر والكركديه والدوم والسوبيا، بزود أرقسوس، بزود مانجا، كانتالوب، فراولة، برتقال، يوسفندي. أيوة فندم. رمضان مرتبط السنة دي ويعني بقاله كذا موسم بالصيف. الصيف بقاله كم؟ بقاله كده حوالي 5-6 سنين تقريباً في الصيف. 3 جنيه. بيزيد عليه الطلب أكتر في الصيف غير الشتاء خالص. بس هل أنت بتستعد رمضان بشكل مختلف عن بيت مواسم السنة؟ إزاي بتستعد رمضان؟ أعشاب كلها بجيبها من أسوان. إشمعنى أسوان؟ ما هو بلد المنشأ، أسوان أو السودان. دي اللي فيها اللي هي الأعشاب، اللي فيها التمر والكركديه والدوم. تمر والكركديه وإيه تاني؟ والدوم. والدوم. الخروب ده أبرز. يعني الخروب بيجي من أبرز. السوبيا طبعاً المكونات بتاعتها لبن وكريمة وجوز هند. دي حاجات، في حاجات موجوده وبرده في حاجات مستورده بقى. التمر والخروب والدوم مرتبطين اكتر، يعني الناس بتسموه ليه؟ اللي هي العصاير الشعبيه. العصاير الشعبيه او الطبيعيه بمعنى اصح، او الطبيعيه بمعنى اصح، او العصاير اللي ليها فايده. ايه فوائدها؟ فوائدها التمر الهندي مثلا مفيد للكحه والربو ونزلات البرد. عندي الكركديه مفيد جدا لنزلات البرد، ولو الضغط عالي بيخفض الضغط، بيساعد على توازن الضغط. عندي الدوم مفيد للاعصاب ومقوى عام وفي مكمل سعر حراري للجسم. العصاير دي اهميتها ايه على مائده المصريين في رمضان؟ هي طبعا مفيده جدا، لان الصيام احنا مثلا صايمين مثلا حوالي 13-14 ساعه تقريبا، فالجسم بيبقى محتاج ميه، فالاعشاب دي مفيده ليه، لان المعده دي بتبقى محتاجه حاجه تشغلها، مش تاخد اكل على طول عشان ما تتعبش. صبي عصير فهم. البيع في رمضان بيبدأ من امتى؟ يعني من العصر كده تقريبا، لان الناس طبعا بتنزل، اللي بياخد حقه وبيجهزها. في ناس ممكن تاخد حاجتها قبلها بيوم بتشيلها عندها في الثلاجه. واحد ولا كام؟ بيبقى في زحمه عندك؟ اكيد. بتتعامل مع الناس في الزحمه دي ازاي وهم صايمين؟ يعني هم بعض الناس خلقهم ضيق، هم بيستحملوني وانا بستحملهم، يعني بنستحمل بعض يعني. وفي رمضان قد يتحول شرب العصير الى فسحه او تغيير جو. في هذا المحل حركة الزباين لا تتوقف طول السنة، لكنها في رمضان تأخذ طابع عائلي. هنا الزباين بتيجي في خروجة بعد الفطار، تاخد كوكتيل الفواكه وتشرب عصاير الفواكه لتعويض السوائل والسكريات المفقودة. وكمان لأصحاب الدايت الذين يجدون صعوبة شديدة في الجلوس على موائد رمضان العامرة بما لذة وطاب. طبعا في حاجات كتيره اتجددت، طبعا الحاجات نفسيات اللي هي اغلب الحاجات اللي هي طبعا مطلوبه وكده في العصير بالذات في الصيف، اللي هي المكسيات زي الكوكتيلات وكده، يعني دخل مانجا مع فراوله مع كيوي، دخل مانجا مع اناناس مع موز، دخل موز مع فراوله مع ايس كريم، كلها دي مكسيات طبعا في الخلاط وكده، حاجات مطلوبه جدا. هل بيبقى مثلا لبعض المكسات اسماء معينه فاقول فبيبقى صنايعي فاهمها مع الناس اللي في الصاله؟ طبعا ده حاجه اكيد طبعا. زي ايه الاسماء مثلا اللي بتسموها للمكسات مثلا؟ في مكسات، في حاجات عندك صاروخ، في قشطه، في فيفا، في ياهو، في فياجرا، في حاجه سوبر فياجرا، بطوط، الانتعاش. موسم رمضان بيبقى عامل ايه مع محل زي دوت مثلا بيقدم العصير والميكسات للناس؟ هو طبعا في رمضان بتبقى اكتر حاجه مطلوبه السوبيا، التمر، الخروب، العناب، الدوم، الحاجات دي، الليمون، برضو الفواكه شغاله زي المانجا زي الفراوله زي الجوافه زي البرتقال بيبقى مطلوبه. المكسات دي بتبقى خفيفه، بتبقى بالليل بعد الفطار، لكن قبل الفطار ده مطلوب طبعا العرق السوس، مطلوب السوبيا، مطلوب التمر. طبعا انت شايف الجو حر فمحدش بياكل، العصاير اللي بتعوض الاكل. العصاير دي واحنا في الموسم ده بتبدو الكوكتيلات اللي هي اللي مش في الخلاط بقى، الكوكتيل اللي هو الفاكهه. تمام. ايه انواع الكوكتيلات اللي هي الفاكهه اللي مش مضروبه في الخلاط، اللي هي بتبقى قطع؟ قطع دي عباره عن سوبر فروت، في فروت وسوبر فروت وقنبله، برضو القنبله دي عباره فاكهه، جميع انواع الفاكهه في المحل، بتضاف لها بسبوسه وكنافه، بتضاف لها ايس كريم،
في حاجه تانية بتضيف لها مكان الايس كريم بتبقى قشطه. يعني كل انواع الفواكه في المحل اللي في المحل، جميع الفاكهه اللي بتتقطع في المحل بتضاف لها بسبوسه كنافه بتضاف لها ايس كريم، دي بتسمى قنبله. ده فظيعه، دي سعرات حراريه كتير قوي. طبعا هي بتبقى مطلوبه يعني الاغلبيه بتفطر بيها. انا عايز اعرف ايه عاداتكم انتوا كصنايعيه مع الناس في رمضان؟ لا طبعا اهم حاجه يعني في رمضان كل الاغلبيه اللي جاي بيبقى عاوز يجري، عاوز ينجز بسرعه، يعني عاوز ياخد ويجري بسرعه عشان يلحق الفطار. فالاغلبيه جاي كله متعصب، فانت لازم تبقى هادي جدا. ما ينفعش ان انت تتكلم هادي وانت مع زياده الصناعيه ما حدش بيقف، يعني بتزود يعني تحاول تنجز يعني تنجز في الشغل. فانا بزود عماله بزود عماله وكده في رمضان بالاخص عشان ما بيبقاش في احتكاك، ما بيبقاش في مشاكل، يعني لان الزحمه بتعمل مشاكل، لان يعني كله بيبقى متضايق عاوز يمشي. ومن الدقي الى عين شمس قطعت المسافات عشان الزبادي، لكنه مش اي زبادي. بعد قليل بتدخل الحراره ببطء على اللبن يخمر براحته، ولما يجي تسحب الحراره تسحب برضه ببطء، فتلاقي الزبده طالعه مظبوطه. لا تخلو مائدة السحور من الزبادي، فبحسب دراسة طبية أفضل وقت لتناول الزبادي هو قبل النوم مباشرة، لأن الفترة دي تمنح الجسم الوقت المناسب للاستفادة الكاملة من المواد الصحية الموجودة فيه. في منطقة عين شمس وصلت لمحل عم مصطفى عبد النعيم اللي بيعمل فيه زبادي بلدي. تحس بطعم الزبدية، يحسك بطعم الزبادي بتاع زمان. في الثمانينات قرر عم مصطفى إنشاء مشروعه الخاص بفتح لبانة بما اكتسبه من خبرة بعد عودته من الخليج. وبعد سنين من الشغل في مجال الألبان أصبح عم مصطفى خبرة لا يستهان بها في تصنيع الزبادي البلدي. الزبادي البلدي يفرق إيه عن الزبادي اللي بيتعمل في المصانع؟ هما الاثنين كويسين، بس الزبادي اللي في المصانع بيبقى عليه مادة حافظة ويبقى مش دسم زي ده. أي نعم الزبادي اللي هو بتاع المصانع دوت كويس لناس اللي هو مثلا بيعمل رجيم، عنده مشكلة في الدهون أو كده، فبياخد الزبادي بتاع الشركات دوت اللي هو بيبقى خفيف، بس مشكلته بيبقى عليه مادة حافظة، واخد بال حضرتك؟ لكن دوت ده طب يوم بيومه ما بنحطش عليه مادة حافظة ولا حاجة، وبعدين بيبقى كوباية الصلاحية بتاعتها ثلاث أيام، فمش محتاجين إن احنا نحط عليه مادة حافظة. عايز أعرف بقى بتستعد لموسم رمضان إزاي؟ بس عيد موسم رمضان أول حاجة بعملها بظبط الكوبايات بتاعتي اللي هي الحاجة اللي هشتغل بيها الكمية، أو ببقى عارف الكمية بتاعتي هتشتغل. أول حاجة دي بظبطها عشان الأسعار بتختلف، ساعات المصنع بيبقى عليه ضغوط جامدة. الكوبايات دي الكوباية اللي هي التقليدية اللي احنا متعودين عليها، الكوباية البلاستيك. قبل كده كان فيه الفخار. احكي لي بقى. انت لحقت الزبادي اللي اتباع في الفخار؟ انا عملت فخار هنا في المحل، بس الزباين للأسف تعبوني. تعبوك ليه؟ تعبوني بقى ياخد فخار لما اجي اقول له واحد على رهن واخد بال حضرتك يزعل، فعلى اساس يعني انا جارك وبتاع تاخدش مني رهن. بعد كده بصيت لقيت نص الوجبه راح من حاجه اللي هي بتضحك. واحد زبون عندي عنده حمام فوق بعملهم مسقيات للحمام، والله العظيم بجد كلمه بجد. ايه ميزه الفخار عن البلاستيك في بيع الزبادي؟ ميزه الفخار ان الفخاره بتدي الزبداية اللي هي عايزاه، بتدخل الحراره ببطء على اللبن يخمر براحته، ولما يجي تسحب الحراره تسحب برضه ببطء، فتلاقي الزبداية طالعه مظبوطه. اما البلاستيك زمان بيبقى بياخد الحراره بسرعه وفضها بسرعه، لكن الفخاره اول حاجه ممكن الفخاره تبقى لسه الزبداية لسه ما استوتش، بس جسم الفخاره فيه لسه محتفظ بالحراره، تبقى بره كده وتستوي. ايه سر الصنعة في الزبدياية او الزبدياية التمام؟ نمرة واحد جودة اللبن، دي نمرة واحد جودة اللبن. لازم اللبن اقل حاجة 6.5 بونت 7 بونت. هو طبعا انا مش عايز في لبنين كتير ما يشتغلش بسبعة بونت ولا يعني 7 بونت. ايه دهون يعني؟ 7 بونت دهون، 7 من 10 دهون. تمام، واخد بال حضرتك؟ فبيبقى اللبن طعمه حلو جدا، كل ما الكثافة بتاعته باللبن بونت بتاعه بيعلى طعم اللبن بيبقى محسن، واخد بالك؟ فلما تيجي تعمل بيه كوبايه زبادي بالتالي الزبده بتبقى كويسه، وفي نفس الوقت بتبقى ماسكه ما فيهاش نسبه ميه كتير، فتلاقي الزبده ماسكه وتاكل الزبدايه تحس ان انت بتاكل زبده بتاع زمان. دي بترجع بقى لضمير الواحد يعني بصراحه. يعني انت دلوقتي بتصب
حاجه. انا بصب دي على صبتين، هي متعبه بس بتبقى ليها ميزه. يعني ايه صبتين بقى وايه وجه التعب؟ الصبتين ديت اول صبه ديت بصب اللبن هو سخن، واخد بال حضرتك؟ فبيكثف القشطه فوق كده، فلما بيبرد بصب الصبه الثانيه فبتطلع الزبدايه الوش بتاعها فوق، فبتبقى ليها ميزه. اول حاجه بتبقى شكل الكوبايه كويسه بالقشطه بتاعتها. الميزه الثانيه ان في واحد مثلا عنده اطفال مش عايز ياكلهم الزبدايه دسمه، فبروح شاري الوش وبياكلهم بقى الزبدايه العاديه. او واحد عنده مشاكل في المعده، عنده مشاكل في الدهون، بيشيل الوش يبقى سهل. اما في لبنين ثاني بروح الوجبه كلها بيعملها صبه واحده، يعني بيغلي اللبن ويبرده ويضرب فيه الخميره ويروح صبه صبه واحده. فاللي عايز يشيل الوش او الدهون اللي في بتاع مش هيعرف. فالصبتين دي اللي هي زي ما قلت لحضرتك شكل الكوبايه بيبقى كويس، وفي نفس الوقت واحد مش عايز الدهون بتاع، يعني بيخف نسبه الدهون اللي في الكوبايه. مين من الناس اللي ما ياكلش زبادي؟ اللي عنده مثلا دهون على الكبد، الاطفال الصغار قوي. طب الزبادي بقى في المقابل مفيد في ايه للناس اللي بياكلوه؟ مفيد جدا جدا. اول حاجه ملائم للمعده، فيه كالسيوم، فيه فيتامينات كويسه للجسم. عادات الناس وطقوسهم في التعامل مع الزبادي في رمضان، يعني زباينك عاداتهم ايه وطقوسهم معاك ايه؟ بيروح يجي المطعم الاول يجيب الفول، وبعد كده بيجي ياخد من عندي الزبادي، وبتبقى في كده على طول كل سنه. طيب دي بنسمعها كتير بقى كل يوم حتى لغايه اخر رمضان، بس بتبقى في اول رمضان كتير قوي وناس مبسوطه، واللي ما بياكلش زبادي بياكل زبادي في اول يوم رمضان او اول يومين يعني في رمضان. لكن في الزبون اللي هو اصلا متعود على الزبادي دي بقى دايرك على طول، ده بيبقى حاجه اساسيه عنده الزبادي لغايه اخر رمضان. كتير من الناس على مصطفى ما يعرفوش حله الزبادي اللي كانت في البيوت، اوصفها لنا وكلم الناس عنها. هي حله الزبادي هي مجرد بتبقى حله وفيها حوالين منها لنضتين، بتترص الكوبايات زي الحضان بس بتبقى على صغيره، يعني حاجه على صغيره، ان هي بتدي حراره للكوبايات، كانوا 8 كوبايات او كده بتدي لهم حراره لغايه ما الزبادي يطلع. بس الحرفه او الفن في الست بتاع في البيت ان ازاي تحط الخميره بمقدار معين، ما تكترش او تقلل، او اللبن ما بقاش بارد قوي. لما اللبن يبقى بارد قوي وتحطه في الحله بتاعه الزبادي هيتاخر للبكتيريا، هتلاقي مش هتشتغل كويس كده يعني. من وجهه نظرك يعني ايه اللي خلى حله الزبادي تختفي من بيوتنا؟ اسباب كتيره. اول حاجه المشاغل بتاعه الريتم الحياه بقى سريع جدا، فالناس بتستسهل، وفي ناس ما بتظبطش معاهم الزبديه في البيت، فبتقول لك اجيبها لو كان في ناس وفي ناس متعوده ان كل رمضان بتعمل زبادي عندها، مظبطين نفسهم وعارفه انه بتعمل ايه وكده. لكن في كل الحالات بيبقى ريتم الحياه بقى سريع جدا حضرتك، ما بتلاقي الست مشغوله وده يعني الدنيا زي ما انت متلخبطه، فتقول لسه هعمل زبادي، بيكون مثلا وراها طبيخ وراها غسيل وراها حلويات فبيستسهلوا انه يجيبوا جاهز احسن. التعامل المباشر مع الزباين بالتاكيد بيكسبك خبرات ومواقف. اتعلمت ايه طول 20 سنه بتبيع للناس زبادي ومنتجات البان؟ اتعلمت ان ما زعلش حد مني، وكل زبون بس اخده على يعني ما يعني ايه كل زبون اخده كده بالراحه يعني زي ما بقول. ليه؟ اساس في روح بيبقى جاي تعبان، في واحد جاي واحد اعصابه كده، فهتيجي ممكن كلمه صغيره او حاجه صغيره تلاقي الدنيا يعني باظت يعني. وخصوصا في زبون بيبقى جاي مستعجل وفي ناس بيبقى واقفه، فلازم يعني اقول له حاضر كده يعني يعني اسايسه شويه. ليه؟ ان لو وديت اللي جاي في ناس واقفه يقول لك اشمعنى ده وبتاع، ففي واحد بيبقى جاي على طول ده مستعجل، فده بقول له معلش استنى شويه. لكن في زبون فعلا بيبقى عربيه واقفه مثلا جاي توك توك والتوك توك واقف عمال يزمر له كده، ف ده ماشي يعني. اللسان الحلو شطاره. لسان حلو شطاره وادب. عم مصطفى بيفتخر بعلبه الزبادي اللي فاتحه بيته وعلمت اولاده ومنهم ابنه عبده، ودي حاجه كويسه شرف برضه ليا ان انا تعبته وعلمته وتخرج الحمد لله، بس هو ربنا يوفقه كده ويدور على شغله ربنا يوفقه فيها يعني. عم مصطفى واحد من الاف بيشقوا ويتعبوا عشان تكون لقمه عيشهم ضيف خفيف على موائد المصريين في رمضان.
كل سنة وانتم طيبين. شاركونا بآرائكم ومقترحاتكم على فيسبوك ويوتيوب وتويتر ستريت بلس شو. إلى اللقاء وحلقة جديدة من نبض الشارع.